بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبارة أمير يوسف ونسو قد بي 10 دي سينس كا دوسيه دا سارة بيولوجي كيمستري فيزيكس إن شاء الله. نسو قد بينا يتشابتر كودن بي جريتان كا أما فصل كالتوبانات كا دوسيه دا سارة أما فصل كاللابات دوسيه دا سارة تشابتر كي سودن بي بوكاس أو لمسترن منهج خصوصا مالي هتقضى على أنكر تامر كتشنال كي بر أمير يوسف أما هي الأكاديمي أوف ساينس أند بيرسونال ديفلوبمنت أما بيج كان كلها هاي فيسبوك يا بر إميريسو أما ويب سايت كا بر إميريسو دوت بلوك سبوت دوت كوم سو ماستر ان بوغاس يا بوغات كالي ام منهج سوماليغا انت او كشرح اللغات هذا هو سوماليغا هكا كان دار عن كرتا chapter 5 wouldn't be madam of asal ka shan chapter ka kooban yahay shan chapter ma ay kala yihiin waxa loo yaqaan chapter 1 monarch kingdom chapter 2 protist kingdom chapter 3 fungi kingdom chapter 4 animalia kingdom chapter 5 waxaan u hadli doonaa animaliscas shan da boqortooy kingdom ka balanti ee dhimana grandman ka ma fasal kooban ku soo saaray ku soo qaatay sidee u qootaan سيدي معنا نرسل مارايا حريق كل حياة قوضة سواء قام نوعية نحبك على كفير دونا نيوتريشن كودا أي نحوق ساري دونا فور ريليشيب أمونج ليفين أورجانيزم شانتا بقرتي الشاقني حريق كل حياة انت أحان أيا فيرينينا قابك معنا انت دا قوضة قوتان قابك قوضة نوليهين عم برد دونا the role of living organism in the community of life بلشدة قوضة نول دورك كله هنا ولا شخص كتير ركع نصيب بلاه نعشر كأن الحياة بدنا أرك دونا وأنت أبو جان إن سيدا أكسون هذا أنت أشوف ترى كم عشرة معك برد دونا قوض الشو قوض الشو ده مركان ما ورسك سيدا جواوين قطب سيدا هذا قطب هو كلا إن إنه كارني فورس نقطة وهيلب قطة هربي فورس إنه نقطة وأز قطة أمد قطة يوم نفورس إنه نقطة الله بده بقوضنا يا أنا مالي بلانت الله بده بقوته بلا أدم تسألوهين هل كارني فورس كلي بحي بصدقين هربي فورس كان جوت كان أرجع جيل يتسألو إيه وحصو نصو نفريك را صبر فايت يبارس عيت أي نصو معناها كسو حسمي كرا قدرك وين من فيرينين وقاب كاس هذه أنصاق هذا نوع بلا أدنى كتسأل عنه وحكو حرين ديجان كيس أنتو ذكي لا مان لبينس on the environment to get the food ديجان كوكو حرين سيو أهل أنتو سيو أهل نر كلاوثين سيو أهل شيلتر هاي مركا نورك كست دور أيوك عيارة نوش each living organism has a role to play in life دور مهم أيوك عيارة دور كاسو which is essential for the community of life كاسو as aso ah نولها بلشيد كودا نول ميشا سألة دا سوق هذا the role of plants in life دورك كلها هذا ديرتو بحاو ليه كرنا with the life depends on the plants كود كرسنتا نولش هذا ديرت the lack of plants there is a lack of life for example سوق هذا نوع عرض الفكر بحايا بي أدقود نيسي كنولت البروتين كي يا كربوهيدرات كي يا الفيتامينز كلها جهلا هاي ليرتى كي مانا يا إن عندهم كسد حدا هاي تركوا بها هاي إن grow food كي يا protective food كي strong food كي ليرتى كي مانا يا إن ليرتى في أوتو سنتيس سمسا عندها استعمال إن أيها سمسا تصك قوضنا ليرتى حسود يسا ما دنا لو يقانو أكسجين تأي أقاطن وصخ ذي عن صوت فينا وإقاطة أيضا غير سبولشين ك مركوي نوعية بلانتها بلانت اللي تكاري أو ذي إقاطة فوتوسينتيس نولت أنت قابك وسمي ستاندرت سمعناها number one build up the food أنت ذو سو ديار سان from a simple raw materials ورحف ضيق أو كاستعماله which supplies to the other living organism with food أو غضب كاروس وشيء ورحف ذي كسمي ستان برضو مركب أنت سميستنا وارك دونا يحبها أنت كربون دايوكسيد يحبها أنت واتر سانلايت كيحبها أنت مينرالز يحبها أنت بس أنت مركب سويش سمن كلوروفيل كعجار يحبها أنت مركب سويش سمن سكرتها
ما دام نرتا بيس بيلدين اي تا ايضا انتو دي ديسيز رو متاريا لسك كواس او نوليا شكرا لان اي كتير سيئين وحال ليه كرا بروديوسر سو ساريا ورجد الدنيا دي لغو نوليا سو سارت اوكي اكسيجين كوا كان اوكو شيء اكسيجين انفولف ديور فوتوستاس اكسيجين انت معناها فوتوستاس كان اوكو شركا بسيطة وفضا اكسيجين لوس ديور ان اسباريشن فو ليفين اورجانيزم ويصو لنيا سنورو مركو نفسنا اي اوقات مانتين دا اتس برسنتج نير لكنسنت اي هود معنا بقول لي ذوق بدينا والله شيء جستيت إني بقول كيف حوضة إنه يه سي وسي جرت هو فعلا نول يعيش كلا يوه هلا وصعدا الدور كلا بعد دور كود محمد كده هني دور كود محمد كده هاي the role of plants in life okay دور كلا كلام حوي هاي the role of the compulsors of life معنا كو واحد بربريو وعنا لا يعيش شركة هاي دور كل يجي the compulsors كا amigro organisms كا or various or video كهريات كار كرتو iyo bakteriyadii iyo protozooyii fungi ka mid waxay burburiyaan dhirta borias jirka dhintay then return to all materials essential for plant growth back to the soil noole markoo dhinto decomposers ay maray qurminayaan way burburinayaan markay qurmaan oo burburaan waxayna inta ku laabanayaan kula sheer jiray laasley ah waxay ku laabanayaan dhulki markay ku laabtaan oo carradii ku laabtaan halkaaba dhirta macnaha ay nafaqo ka heleysa koreysa what happens in nature in serious inter mainly reactions between living organism and the surrounding environmental condition man is a part of these reactions maxaa dhacaya leeyahay sida dabiiciga ahba xariirka ka dhaxeeya ama falgalada ka dhaxeeya living organism ka iyo deegaankooda ku hareeraysa xaaladaha ka dhacaya in manku bilaadanka aan waa qayb ka mid ah reactionadaas macnaheedu waxa yaab ka dhacaya for the relationship among living organisms xariirka ka dhexeeya noolaha aan dhigi karno habka cuntada u qaadanayaan habka cuntada u qaadanayaan waxa dhigi karno nidaamka loo yaqaan one of the most important problems midka ugu habboon macnaha for relationships marka laga hadlayo ee soo wajahan noolaha waxa weeye si cunto ku hesha The most important problem that face living organisms is how to obtain food. Nolosha dunyada sida arkaysaa adiga wax baranaysaa aad ordaysaa waxa muhiimadu ahay tahay aan shaqeysto maxaa ka dambe aan lacag yeelo maxaa ka dambe macnaha aniga noloshayda amaaraya ka dambe there is a food food is a source of energy sababta cunto loogu baahan yahay noolo dhan habka ugu daran problemka oo nolosha ku raadinaya food waxay tahay si oo tamar u helo tamartaasoo ku shaqeysto wax ku qabsado hoolo qabso tamartaasna waxaa looga baahan yahay in cunto la helo sababtoo isha tamarta waxay tahay food living organisms ka noolyaasha maqaan oo kale ablaablaynayna anaka oo fiirinayn habka u qoodan karaan habka obtain food into habka cunto u helaan kow autotrophic chapterka koowaad muneeraan kusoo sheegay autotrophic heterotrophic chapterka labaadan ku sheegay brotista autotrophic autotrophic noolyaasha labadaas lagoo kale autotrophic can be led on food into the second example that we're talking about okay what can a green plant that it agarna photosynthesis so must hanan ko anta ko samista some type of bacteria not kamida ha jiro oo lagu magacaabo chemosynthesis in kasto dhirta mararka qaar la geliyo oo qodobka koowaad ee autotrophic oo ku intadeedu waa isqoodiye ayaan ku soo sheegay jabtaka terminology Soomaaliga oo ku intadeedu diyaarsan kara tusaale ku gudbin green plants ee bakteeriyada wax dhifdhifa qodobka labaad waxa lagu magacaabaa heterotrophic isma qoodiye depend on other living nor others ku xireen si u helaan to obtain the food intadu si u helaan taasna waxay ku dhacdaa sabab kala duwan okay tusaale waxa nooga ah carnivorous animals ko introduction ku sheegay aamid waxa uu habaysay with claws lugaha ay claws ku wataan oo kaniin simciye leeyihiin for predation ku agaartaan macnaha ugaarsi ku raadsadaan herbivore researcher animals herbivores wala animals live in herbs that grow it maana kuwa herbiska ku nool waa dhirta iyo xayawaanka ku nool waa kooxaha ay ruuxa hayta together in green plants kama kale hadlayo river valley dhulka macnaha siman cagaarka ah dhuxooyinka way food abundant and dark as kind of this known as each living organism does not exist itself environment marka waxaan dhigi karnaa noola kasta kaligis deegaan ma sameysan karo but is actually surrounded by thousands of various genera or species waxa ku hareereysan oo macnaha genera badan iyo species genera species badan ku xasuusiyo marka serious of taxonomy aan soo marayne waxaan ku soo sheegay
كيكدوم فيلم فيلم كيكدوم فيلم هلكاس اقصد الحين الا ان كو يمانو جنيرو و هوسه يمانا سبيس all of them will compete for food resource demand to food resource اي كو ترتمايان معنا this kind of competition ترتقى نوع اسا اول اورغ نولها دن سترانجل عقبده يا سوجاد ويك ونس داح كده اي فاهم هاي نوري منيا ويل سترونج دي فيتشر سفير من دومك وكعب بني ايو بالبالي وسمينا because of this safe and continuous rank of weak organism tended to sabto ah tarnasha has iyo tartankaas caqabadaas macnaheeda efnivas ma lahu ku hormarayeen in ay samaystaan buun live in groups hakeen baahido ay ku baraysa koox koox in ay noolaan in order to see a shared security result si u raadsadaan hoy iyo amni and manage communities bulshada xayawaanaadka ah comprise a large numbers of individuals of the same species. Kuwa slatar mikaro, skutar mikaro, ambo wii israadaan, wii israadaan, koh aygo ah, like herbs of cattle, sido koh, oo maana loo ah, bee communities, oo hos maga mubasawaka, community oo busha ah, coral colonies ka, kuwa loo, half a beru damanto. Individuals of each community, group kastana maana ha, community kasta, shiksiyat kamida, cooperate iskaash ka dhahay in search for food as well as protect food resource ila qeyraad isay u helaan isay u difaacaan ila ay helaan inta badan weak individuals continue to form a relationship with strong individual to another species in order to find care and protection mararka qaar ayaga dhexdoodii maadaama aan daciif yihiin oo haday isku tagaan haday is wax qaban karaan waxay sameynayaan weak individuals ka kuwa daciifka yar yar inay macna xariir la sameeyaan kuwa waaweynka ah strong individual la sameeyaan oo aad is bis kale aan la tirmi karo in order to find a care si uu macna u ilaaliyo protection uu sameeyo oo uu ilaaliyo kuwa kale taas maxay horseedtay markaa this leads to the appearance of certain relationship among different kinds of organisms each relation includes taas waxa horseeday macnaha inuu soo banbaxo xariir ka dhaxay noolyaashii kala duwanaa xariiradaas oo dhan oo ay ka mid noqon karaan animal to animal xayawaan xayawaan kale inuu sameeyo plant to plant dhir dhir inay la sameeyo macnaha iyo plant to animal xayawaan dhir inuu sameeyo xariiradaas ayaa bilaaw many kinds of relation xariiro badan ay jiraan living organism noolayaasha marka laga hadlayo the various steps in agriculture of relationship kaas oo behavior ka ay dabeecadaha qaabka ugu la xariirayaan among living organism a qaabka ugu xariiran waa kana predation communalism halo yaqaano mutualism iyo halo yaqaano bradism sopravitism bidii waxa sameeyay sala daaso qaadana predation ugaarashada koox ugaartoodan inay noqon communalism waa arka doona ereyda halaal waa arka doona okay but this aan sii kalno this one hoy aadartan waa bradition ugaarsada macna bradition kan oo soo hormaray aan qeexin bradition waxaa la definition kiis is a full relationship between two living organism of different species in which one of them predator preys upon the other bradition xariir ka dhexeeya waa laba nool oo cad isku wada midna la quuto midna minnaas ayaa la quudana midna waxba quudana waa predation waa food relationship inta xiriir ka dhexeysa two living organisms laba noole ee kala duwan jinsigoodu predator waa ugaarsadihi prey wuxuu ugaarnaa upon the prey preys kana waa mid kale ugaarsanaya predator ka ugaarto okay predation in animal kingdom waxa ay xayawaanka soo ugaarsan some insects ayaanka qaar waxay cunaan other insects ay cunaan bila aadan kana u isticmaala phenomenon biological control of harmful insects that may be damage crops ayagana phenomenon waxa uu bixin in biological control la sameeyo oo macna harmful insects ka qatarta ah ku dhaawici karaan crops ka looga hortagi karo predation ka mo common among the animal mammals ugaarsadayaasha naasleyda aan ku yimid tusaale the cat which preys upon rats بصد واحد وارتا معناها دولي the wolf on sheep أي وارتا the lion on wild cattle لا أدور شوكتا هذا دمير فروق لجين حاسر بريش and plant كيكلو animal كيكلو مسي اسكو وارتا وارتا
بريديشن بلانت ديرتو سيسكو وار سوتاير بادكود بريديت ريستريكت تو ذا انسكت فيروس بلانت ويتش فيد اون انسكتس نقولوا يعني ديرتا عيانات معناها زغرين زي وار سان ذا ليفز اوف انسكت فيروس بلانت لو مغاو مودفايد وهر مرسين تو اكت اس ترابس ان سو قبسان تو كاتش او كابتشر انسكت عيانات كان ان سو قبسدا او ديرتا ساس او وارتا other living small animals حيوانات كلو يرير سو قبسناين صالح لو يقان نيمتس كان نيمولا يو يورتيكولارا يو دورسيرا يا درسك كوير يرو دنو ديرتو وا قاب وارساتو بلانس بربر ديغن جرين بلانتس كا ديرتا عغارن انتديدا سميساتو يو كوان لو يقان انتفيريوس بلانتس اهلنا هاي بوف لبدا بورت of them carry out photosynthesis and build carbohydrate labada waxa ka dhaca photosynthesis cuntadu sameystaan carbohydrate kan oo diyaarsan difference ma baasimna shud waxa kismiin difference go waxa waa green balance ka nitrogen ayay sameysa organic form of the soil application halka tan obtain the nitrogen in organic form of the protein from insect body shirka ayaan qaata protein ahaan قد بكون أنك بحني وعوض عن بريديشن كو وارت كومينيزم حالها. أوكي كومين زاليزم إذا فر ليش ما حرر عنده بدون كده هيتو أورجانيس على النور of different species أو كلا دون. But in which of them benefits ميت كم يدها فائدة على other host is either benefit near harmful ميت كنا من فائدة من خسارة. أوكي كومينيزم بدون بكتيريا أمان إلى آدم iyo xirirka dhexe meesha hadda marka la ku celiyo which one of them benefit and the other host mid kale lagu dul noolayahay mana faa'iida mana khasaara mid faa'iido ku qaba okay bil aadan iyo bakteeriya kala xas nadan soo qaadano mid ka bil aadan iyo bakteeriya kala xas خلاص بل aadan waxa ku dhaw bakteeriya dheefshiid ka qayb qaadato ama bakteeriya isku ku xiyaab mid jirka ka isticmaasha ee ka inta baafichinna iyo cudur ku nisaas سبونس كامل شاكس ان شاك هوس كامل ريمور فيش كامل كسد حد انا شاك ممكن انت تصور برسل وصاقنا حسمنا انه افكي سي معنا مولير اير كولون اير دي مورا ابو مغعاب او حقوق ورسل كرمج ذات سوات ندعو انه قانا مرك او ايج قاب كها هرب سكراب ان سي انه مسك ايج ممكن كراب سك فلات ومسك قاب بسكون كروكودايل كده لوف سكس ابو مغعاب سكن مكو حصون افكار بحبالسك او ايرفنتسك يو كنولا كميدو اوش معنا شن كعنا شن وحلو يقين وكركو دو كنو مجواليزم مجواليزم وفور ليش بحرر انتو قد حيلا منونا وكلا دوان لبدو دو ويفا ايداه لبدو دو ويفا ايداه مجواليزم مركا not common type of relation وما قليفنا لقوش عان سايد معا this type of view unlimited number ادو ايريها مركا ساقع دانو لقموس بلانتس كالدهي بكتيريا نولس للاهي ايدانا labadoodu ka dhaxay xirka dhaxay green animals marka soo qaadan green corals green hydra ayaa loo yaqaan oo kala termites aborka iyo wet antisolum oo ay protozoan marka soo qaadan labadoodu salafa ida macna labadoodu baraset qodobka kala ku xiga baraset baraset total oo ku tolnaan waa from erag baraset erag green oo kamid parasitios macnisuna yahay one who eats other table of other mid kale ayaa wax ka cunaa mid kale marka adeer la qeyb waa xirir cunto oo ka dhaxay laba nool ee kala duwan mid kamid ah wuxuu noqon karaa parasite wuxuu this cuntadiisa ay wax keli karaa kale si totally or si partial si qeyb ama totally ila si macnaha dhameystiran isagoo hostigiisa midna waa la mid kas kalena dhaawac soo gaara there is no living organism on earth which is not liable by infected one or more types of parasite noolahayaasha badanaaba oo dhulka ku nool oo حسب حوالي معنا ليس كبر قديم لو كان بارس والريامات كحياة وصل إلى سوق له كان صف بارس كسر سيقبي أبلك بارس بلاك صارني دبي عزيز وحوالي unable to live in absence of host host lands من ولا كرا فيروس كان and some fungi such as wheat rust كم إذا أفهم نسكرا فكرت في بارس وحوالي كان live in a subprofit in certain stage of its life صبروا في هذا الوقت كنا له مولان كرا كبعد المولى سوق الكرا كينس أو براتيس مرك بارس سيد كوكبت ورس عدنا نوعيديس لما لو قيم إنه بارس سيد كبر ميت بنا كنا ميت بدأ كنا as a care of as Chris كنا كسوق عدنا وامس بوغوريان وكنا ليه انت استنى سوق الكرا inside body إنه هذا عرفته انت بقولي تبرنا سوا inside exo هذا كنا
اكتو اما اكسو ده سج از فيلي ها كميدا انا بوتيب اما محلو يقن شنين او كنور هستي بنان بس معنى جرك جرت لا حسو كميدا فهو هستي بارس او انترسكشن انترأكشن كان حي one of the bars that invades the body of host certain reaction states first marko soo galo ana jirka isbeddela ku dhaco jirka reaction of falgalo sameena the host may be created by bars the host you know dilo bars dies by means defense or set up host bars that you know this or lento divya or laga soo host u leeyahay inuu ku dhulin the host may support the bars from unlimited period of time إنه معناه كوكال من وقت حددة methods of which virus into the body of host حابك وشيك وصول بلك لأجيس system كما كسور قلو إذا virus is سوال إن لالاق فول كي معناه سيدة كوريا من حلم درس باروتر إنه سوال أو virus إيه بكتيري لغول هودة إيه وصال مرح معناه تارنك إنه كوكالو سيدة سيد بكتيري لو سايفلس أو غيش هو يمين كمعناه أيضا وصال مريس حمنا تارنك ayaasaa sabr fayd asagana qaybta ugu dambeysa sabr fayd isma aleena fur relationship wala xayawaan labada nool laba nool oo macnaha two organism on them alive one of them life mid aan nool which one of our as sabr fayd oo other lead organism oo plan midka kalena oo baqt ku nool ana mid uu dhinta mid uu nool yahay macnaha midka nool faa'iida midka dhinta uu dhinta sabr fayd is great la chase enzymes la anish qashidi sudene kwaso burburna complex food molecules waxay abuu food molecules-ka ay burburnaayeen okay audit on body-ska jirka dhinta into the simple substance waa how food they can be absorbed easily si fudud aan markaas lagu nuugo karo kinds-ka noocyada animal saprophytes-ka some kinds of worms are coming in noocyada bland saprophytes-ka large number of variable in shape kala duwan belong to the various groups of bland kingdom ayuna ku kala duwan boqortooyada dhirta boqortooyo dhirto ee leedahay macnaha sub-kingdom miskii ku duwan tusaale seed brands la dhaha Anchisperma qualified as Indian gallon brands wuxuu ku tan sub-prophet oo jirka dhinta ee animalska xayawaanadka large zise vangaiga asagan mushroom kaadu tusaale sawirka sama muuqdo wuxuu qudaa carrada soil rich in organic matter oo aad ugu badan yahay hadii shanti xabbe aan soo qaadan isbarbar dhigno marka inkastoo aan horo soo sheegno dan mid kasta si kooban oo isku barbar dhigno Predation waxaa la temporal relationship waa xiriir horta kuna gaara ka dhexeeya predatorka waxa uu gaarnay break la gaarnay each in this when the predator consume whole prey or part of it marka qayb ka cuno ama macna oo wada cuno ayuu xiriirka dhamaan waxaana kamid tusaalooyin ku horo soo sheegay communism xaalaha communism waxaa la yaqaan profetism waa salaasagaan isku mid ah laakiin wuxuu ku kala duwan yahay wuxuu ku duwan yahay waxa loo yaqaano kan wuxuu uga duwan yahay relationship xiriir waaye oo joo oo hot organism iyo hoste ka dhexeeya oo mid whole benefits marka waxaa dhici kara faa'iidada macnaha inay socoto hostiga ayadoo macnaha min either harm no benefit mana faa'iida mana khasaare macnaha shaagiskii kuwaana kamid midba midka kale macnaha mid kale faa'iido oo amalaha labada ismada wax majooliska waa xiriir ka dhexe lama noole labadaas nool oo sida jiro wada nool macnaha oo faa'iido wada faa'iido labadoodu ay faa'iidaan midba midka kale ka faa'iido waxaana kamida kuwaana soo sheegnay bakteriyada iyo termitka iyo abrosiska kamid baaritsiisinka waa xiriir ka dhexe lama noole labadaas nool oo xiriir iska gaaban waaye laakiin baarasayd iyo hoste ay kala yihiin mid kamida ayaga uu faa'iida midka kalena macnaha waa la waxa uu ka saaray taboo miska kamid gooryamaadka nooc loo yaqaan gooryaan ku nool iyo kuwana kamid sabrofetism ka leeyahay permanent relationship waxa la iska joogtaa sanka dhex sabrofet oo baqti ku noole iyo macnaha ama baqti ku bixi waxa loo yaqaan iyo noola dhintay xiriirkan marka wuxuu xaqiijinaa continuity of life arta dhulka macnaha nolosha inay sii jirto waxaana kamid ku noole energy flow of living organism qaadanayna sida uu qolqolo macnaha energy tamarti asal intay ka tim intay ku tanbeysa intay ka baxday sida ogsoonahaba tamartu meesha asalka imaato waa qoraxda the sun emits huge amount of radiation so this is our energy small yar xad yar oo solar energy ayaa ku soo gaara dhulka only small amount of the solar energy reaches the earth dhulka waxa soo gaara most of the solar radiant energy gan waa la celiya reflect to the place of the clouds daruuraha ayaa celiya xayawaas meesha soo gaara the amount iga macnaha radiant iga wuxuu gaarayaa dhulka oogada dhulku gaarayaa
أبا أتموسفير قبل كسر أو بقول كي بقى فرتن ولا إلينا أسجل ريفلكت أجين مركب دبلو إلينا صمر كابسور دبلو لوق كرا ما قوى جرين بلانتس كوحد لوقان ون أو لوقي بيتمنكم وأذ أير إنرجي معناها دول غير أنت أسك قاتم conversion of solar energy to low بدها مركو inside the green plant tissue أو قالوا نوضح solar energy together with water بيو أي قدر أي قدر صدان carbon dioxide والبدلة مركو into the into مركو اسكو أنا organic compound so صار عن process كل مرة أو photosynthesis أو أنت ده يكون سمي اسمان بحيث كل حرة أنت مركو conversion of light energy إلى بدلة utilize by green plant لرتا عيار السيدة وقفاء إذا ستة as well as animals feeding on the green plants استلا لرت مركو كفاية لرت وح قوضنا animals كي قوضنا ستوسة أما سي أن ضد بن معنا أو عاد animals like flesh إن حيوان كالك قوتان methods of energy loss عدنا تمرت سيكون انت most of the energy تمرت عبدن كد لوك سو جارتي energy and so gary lost in atmosphere هودا لوك لوميا for a form of heat كل ايا لوك لوميا او ميربا ميش كالا انت لوك قلو ده كل دونتا as well انو لوك كل دونش تاسو كل energy changes from one form to another energy part of it can be not destroyed nor created or like have kind of look with that example marka soo qaadano elaborate work shaqooyinka waa macnaha oo shaqooyinka marka soo qaadano energy store one kind energy stored in the food your body jirkaada cuntada energy ku kaya way bedelaysa mechanical energy loo bedelaa your marka operation marka aad sameeyso oo hall macnaha large part of the energy stored in the food cuntada ku kaysa adana waa loo bedeli kara heat energy loo bedeli kara kaasoo aad dareemayso you feel marka aad dareemayso it cannot make use of it midareemayo macnaha heat energy loo bedeli energy loo bedeli isticmaal kara energy transfer from one of living organism to another energy waxay isku gudbi karaan noole ilaa noole kale ugu gudbi karo ay ugu gudbi karaan okay definition تنسون عدم انا مروه مولا نورا كلا لوغ بكرا فود اوف ميشن ايوان كان ديفينيشن كا ونوقي حبوت شين كا ونوقي حلو يا خان فود شين كا ونوقي حلو كاي ديفينيشن فود شين هذا حرك انت تصو غيرنا ما دام انت قصص شغل هنا انا this one ما هنكو شغل على هذا ولا ما تحلى جان كوشي انرجي ترانسفير لو سمي كرونو لينا نولا كان ماشي صح فيرينينا قاب كلو سمي فود تشين ان قيحن فود تشين از سيكونس اوف ليفين اورجانيزمز معناها هو سلسله تحنا نوياش ان ويتش ايتش اورجانيزم بروفايلز فود كاسو كنت كيلا فروم نيكست اورجانيزم نولا نولا كلو كسي حروين سيشن اوف فود كسب استعمالك او ان او اسكو خيرين نولاش فود تشين كان بي برسنت اس فلوس اوكي okay food chain ka mid ba mid kale ugu gudbi karaan producers waa maxay waa balance ka fast consumer maxaa la yiraahdaa ma arki doono mid kasta tusaale isuule fast consumer ka ah waa carb ene herbivores ka noqon second consumer ka carnivores ka noqon third consumer ka fourth consumer ila de producers ka wax burburiyaan food chain in aquatic organism ka kuwa waa qashigini arkayna oo soo laabna halkan kuwa badda ku nool sidee algae ama diatomic producers waa laha protozoa iyo crassimis kana fast consumer ana hena small fish kulumada yar ka second consumer ay noqonaan large fish ka marka third consumer ay noqonaan macmal kasta had dolphin ka soo haray afraad oo noqonaan bacteria iyo fungi producers ay sameeyaan dis silsilada asal labada marinina kan waa noolaha badda kuno kan oo kuwa dhulka ku nool green balance ka yaa no anaga producers waa green balance dhirta no yaa cuna yaa qoto eating by waxa isticmaala insects ka oo loo yaqaan fast consumeriski fast consumeriski ayaa sii quudanaya frogski ayaa sii quudanaya sikan tusaaladan soo qaadan frog ayaa sii quudanaya snake kaa sii quudanaya oo maska macnaha loo yaqaan namaska ayaa sii quudanaya hog oo dafada ah kamid ah sii quudanaya oo afraad ah macnaha ayaadiina something computers and fungi bacteria wadi mani waxna dhulka dib u gelisaa in this one waa process ka macnaha organism ka dhexeeya inta aan ku qaadanayna maadaama kowda hore aan soo kala qaadnay نولين لغو نحل ترافيك أو ترافيك أو ترافيك أورغانيسم إسكا أيغا مقير سمن ها فوتو أو ترافيك إيه جيمو أو ترافيك أو قير سمن سيدا تسالة سوشيه ينهو
photo معناها إليس استعمالها وشيمان الكيميكي استعمال use light energy to produce the food كان use chemical energy making the food كيميكي استعمالها كان إليس استعمالها photo autotrophic converting light light energy وحي أبدل chemical energy مركز نوع تعانى لو كهذية عن طالو سمي chemical energy غاو حلو غفا إذي استعين عن طالو سمي وحانا كان لنا oxidation of substance present in the habitat إنه عن الحياة وصير هذا high green balance يالغا كميدة مشانا وحا كميدة لبدا نموتسيس نترو بكتيريا كميدة لبدا نوع بكتيريا كميدة food web car or food chain كأسلين مكسيحي food chain كمرك do not provide a real picture مركا food chain كوا وحي راسك image وين مسينين complexity of energy سو كل كلها لكن food web definition of food web محرين therefore the actual picture سو كلبتا عم حقيقة الصحة هم سينا على يقين energy flows شبكة energy تمرت كوكو كش انتظر يكده حي فرايت معناه انت connected ككده حي roads معناه producers consumers كا أي نوع شيء this is food web all food webs لما أنا مركب فول ويبس كارل ما عنكو شيء كرمه صار فول ويبس كده ما أنتوا ده عنكو شيء كرمه على غانو from food web or food web of life عليه كرمه أنا مش معنا فول ويب كسي okay a food pyramid or says who سلبو إيهنا قصة مركب فول ويب كارل هنا كو فول ويب كم حاله هنا فول بار قاب كانوا قاضين هنا flow of energy قلقل كتمرتها of ecosystem ecosystem كا ايار لغو صعب بندقاء معنيه دنو هواي of food pyramid سالغو ناشا انتداس ايهابك لغو مغا عاوة pyramid of environment ديگان كاكا an ecosystem هدان قيحنا a natural unit consistent of a unit اسك دبيعية كاكوان دير طوبن اي حيوانات كا اي المعركة ووحميل اسكولا نور هال area معناه together سيو دي جيرة with non-living aspects of environment deegaanka noolaha ku jira iyo noolaha waxa sudan oo meel kooda nool ayaa waxa la yiraahdaa ecosystem kinds of food pyramid noocyadiis pyramid of number tira aha pyramid of mass or less macnaha markaas badnaasho pyramid of energy iyo tamarta loo fiirinaa mid mid loo fiirinaa this one halka loo yaqaan food web connect xisa image kas sababtoo ah green balance ka wax kasoo bilowdaan oo ku yiri insects ka cuno insects ka this one waa cunay kar hawkiska inuu kan isticmaalo in ta isticmaasho isku da xireen dis waa complexity si aad kan okay explain the relationship and environment of number 3 ayaa qaadanayna explain soo aan sharaxaysa xariirka ka dhaxay number of organisms in food chain ka markay laga hadlayo xariirka ka dhaxay laga dhamaan food chain ka dhaxay example waxa ku soo qaadanaysa 10,000 oo dhir ah energy ee bixi karaan waxay noqon kartaa waxa toma inay kun xayayaanadkaasna waxay bixin karaan 100 rax ayaa qooda kara 100 kaas rax tamarta ay sii karaan waa 10 mas ay qoodi karaan 10 kaas masna waxay sii karaan waxa energy hal hawk hal daf ay tamartu ku filan marka that's why inta marba reduce sameeyso kor loo soo koro وكان this number forms pyramid which the base represent سالكا وحور نوو كيليا هربيسك و producer كي the apex قيبت وكرسان وحي نوو last consumer و hog يو نو سعران تحي ومعنى هو كيلو نوغة تحي and mass كما كان فيرنا represent يو نوغو تحي انتا تنى اما هو كيلو نوغة تحريركا كان حي mass اسك living organisms in food chain معنى نوو لها هن باهيد او قابو مع وكوكال حيري حدي mass ku dhig baahido kal xiranta amarka total mass of each macnaha level of pyramid ka hoos u socda as we go pyramid because energy loss tamarta si dhumeyso this one this marka waxaan ku sheegaynaa inverse relation between number of organisms number ku kala duwan the mass of each individual if the mass is a large adu macnaha mass ku badan yahay then the numbers must be small fair first the if the small if the mass is small the number is must be large fair versus asonna this one so qadan macnaha waxa dhuma hadii intaan ton oxygen iskor ka soo bilaabo 1 kilo ka in this image kan hal ton hadii la isticmaalo tan sine ku isticmaali karo 10 ton noqon karto hoos soo socona ila dhibto loo yimaado a number of bar mid ka hoos soo qan energy markan ka hadlayo tamarta ay bixi karaan prefers the best representation of energy flow of energy qulqul energy ga ana iyo habka u dhumaa it consider the rate of food production wax loo ixtiraama tamarta xadiga ay ku soo saari karaan this total weight ee quarantine analysis it's not affected by the number of organisms in it it's not affected by number speed
حوارنا بركده لوجا في ايدي سكر انرجي اسمه سامي نسب ذا اموت اوف انرجي تمرت عدد كده انه لايف الكاستي باراميتر كميده لو عبيرو كيلو كالوريز اي لو عبيرا الديجريسز هوس ولا دا از وي جو اب تو ذا باراميتر مركزتو انكر ان باراميتر انت وي كدو انت معنا ديجريس كيلو كالوري از اموت عدد اوف هيت انرجي كل كان لبخينين تو رايس لوجا باهين تمبريتشر انكر لو قاد 1 liter of water hal liter of biya 1 degrees degree quality the productivity ka soo saarida marka dhirta ama community ka dhirto ecosystem ka soo saaro hal ugu cabira by kilo calories aan ugu cabira per unit square meter in one year inta hal square macnaa uu soo saari karo ayaa ugu cabir ka table ka noo soo gabgabeenaa is proportionika loo yaqaan comparison between barometer of number mass iyo barometer of energy oo la soo qasayna but bond of comparison ka inta eh muhiimadooda iyo advantage iyo disadvantage ka inta mark kan faa'iidiisu waxa uu represent the relationship between the number of living organisms in food chains kan waxa uu represent in faa'iidiisu waxa uu represent wuxuu wakiin uga yahay kan xariir ka dhaxay number iska organism ka cuntada food chain ka kan wuxuu xariir uga dhaxay culaysada ka dhaxay nolosha macna food chains ka si u kala weeyin كان نوعنا الصينة بحرير كوها بون إيه معناه قل قل كتمر كقل قل كرتون نولها نور أوكي في درة كان مركز number of living organisms مكو حرنا وح important ولازك الصينة كان it does not take into the consideration ما تحقلنا amount of food لو جبها هي حل معناه تصالة سنة كان نوع advantage it's considered to the best representation tell why صافت مركز something من كوكابون والله من لو احترامي كينو يعني نسوق بجميع natural balance environmental balance إلها قيرات كانت طبيعية أحسن يو إنا اسكو ميسان وحلو يقنا ديجان إنا balance كريم إني هذا إن area together مركز تو وذي شر معناها لو كمبرتس وذي شر وشوجا نورة أمها من نورة لب أنت نقول كلام دير حرير كوده وكان دحين كلام ecosystem كانت هذا سوق هذا نبضها كميدة صحراها كميدة ecosystem هو مركز لما هو كان be considered in unified ecosystem ecosystem قريها so بدل ككو إيمان كاري had been in one part of it could affect the other part of the spine balance ديغان كان معناها بدل دو كو إيمان and force كو إيمان ميكا كرو سامينا factors that keep the environmental balancing معناها قضبة number one the breast of green plants dirka cagaaran macnaha responsible waxay ka tahay inay sameysanto cunto marka halka modus of life kana ay ku tirsan tahay ku xiranta endocrine risk iyo decomposition risk in ecosystem ku jira marka loo baahan yahay dirta cagaaran inay badanto the stock of various chemicals waxyaabaha macnaha chemicals ka tira badan ee ecosystem remain ku ahana ama constant ee aan isbedelin is exchanged between living organisms and life after death dimashadkan these chemicals ka soo kulaabanayaan decompose waxaa lagu daraa soil halkaas oo carrada macnaha ay ku noqon karto new generation cusub inuu ka soo bixi karo the process of cultural natural biological balance si dabiici ahaan biology loo daa balance gareeyo between living organism occurs noolayaasha in isku balance gareeyo this organism are not subjected to certain new factors that affect the ecosystem inaysan macnaha qodobo cusub ay isku keeni karaan ku saameeya ecosystem kama deegaan each species ka inuu remain ku ahaado numberkiis inuu sii jiro lana sii badiyo individualiskaas in certain species becomes limited halka kuwa qaar ay macnaha dabar go'aya the dominance of the same species and other is limited qaarna uu joogto noqonayaan qaarna oo macnaha species inuu joogto noqdaan species or dominance macnaha species in la waayo or lived in noqon the presence of natural enemies ka kamida cadawga dabiiciga ah ee competition of food cuntada habka ugu tartamayaan shortage of resources ka mid ah ilaa qeyraadka wax laga helayo oo yaraa reproduction ki iyo spreading ka ay taasan hoos u dhigaysa macnaha oxygen balancing ay ku xiran tahay oo in isku balance kare predators ki iyo parasites ka macnaha ku isla environment iyo xaaladooda dhan all environmental conditions ka waa in macnaha saameyn ku lahaan kara which affect the number activity distribution of nutrients معناها activity iyo hoosh ay sameeyaan iyo macnaha individuality kasi uu qaybsan yahay meesha wadabada kala ada physical factors ee noqon kara sida ilaaska kulaylka iyo dabaysha macnaha
dhirta camal dabaysha ase nabaad guur ku sameysa. Factors that lead the disturbance of environmental factors maxaa qasa ko si loo hagaajiyo waxaa maxaa u horseeday introduce new living organisms to the balance habitat deegaanka inaan cusboonaysi noolo cusub oo macnaha si dheelistiran u sameyn remove all living organisms from balanced habitat in laga wareejiyo deegaanka macnaha balance kara change natural factors in la bedelo xayawaan sala nicmaan kalo revision questions kan marka ay badan yihiin qaybtan right scientific term of the following term is living organisms that consider the naturalist guard معناها إلى ليها دبيعي كل مرة عمل كامل إسرع جرب a large number of the same species living and cooperate together هل كان جرب سيتش فور الجرب أوكي قط بس وسؤالي وبدين شو بتكلم سعيد وسؤالي هل كان سؤال تجين أو بوك بحناء مركز ديس وانا على جرب مركز سؤال أصلا ميت كاستهرت يا محاكو قريسا write a scientific term for the following statement أرجع معناها صح هذا السيت بالك كوها بوا ماشي أكو بوا حلا ما مدوتها ديستكشن كان الريفيجن كويشن إس كي أرجع كوا أو بوا حيجا كقيبت أنا حاوى جواب صح هذا دارا كوا هوس جواب صح هذا كل دارا ماشي بنا نكو بوا حي تصالة مدو كواد we can eradicate insects by using biological control method in which method كاستعمالنا كواي دارا يا رب marka circle wise aad u taqaan ba ama gaabina gali karta ama ariga qaadi karta meesha banana ku bixi karta section kan waa qaybta sidaa inta aan ku kooyahay sala 10 ka dhex leysa inta ka akhriyay inuu soo laabto ay labo kolom waaye kind of and bar set key bar six key marka isku aadinaysa choose from column b or choose column a كلام A كلام B سكو عادي this one و كيند براتيسينك هاوكا مدكا كانون اوكي بار سيد كمعنا او قدونو لي بريديشن او لي بريديشن قيح تانك انت كراد كومينيليس انت كراد قيح تانك سو سيمبل واي كانو حاو يتشوز the correct answer from between brackets براكت كا ولد واسو علي اسلا هيقا زو اوكد كالدوين عفل انا قدر الله بتاو مينا سوري قيبت أظن بس هو كمبير أو أسبار بريا أنا أسبار بريا تو بروديوسر إذا كنت مسمع على بروديوسر إذا بريت مسمع لها بدو متك قال دارت كويشنز كذا هوا إن أتشيك تقول هذا السؤال هذا أوكي كون ديفينيشن كذا على الرقعة تام كذا this one food chain كي فوتوتروفي تيم أوتروفي متك استعمل سوق إحنا كل كالوري إيكوسيستم بروديشن متك استعمل 10 كذا تاني سبوسوسي thanks for watching intaane wa intee oo dardaaran ka heelo inaad 10 key like ama share ama subscribe aadan ka hagaran wixii su'aal ama aad iyo qabto comment inaad ku soo qorto wixii faafinder inaad booqato website scan macallin kan waa maal salaad maxamuud ahmed bara emiris oo kula hadlay page scan ku sheegay inuu kuwan midka dhiirigelinta iyo midkan ardada wax lagu baro in this section kan 10 ardada ka heli karta this section kan dhiirigelin kugu hor ku saacidays director leesho qofka la soo sameeyay in this one halkan buu iga soo daalacan kara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh